تسأل عن ساعات الدوام، يعني من صارت الساعة 6 المواطن اليوم يقول لك أنا شو راح أستفيد؟ يعني أصلاً ليلي ما نايمة، زين هذا شو راح يقدر يقدم للوطن؟ شو راح يقدر يتحمل للمواطنين؟ شلون راح يقدر يروح للدوام بهيك أوقات؟ يعني هو ببيته ما مرتاح، ببيته ماكو كهرباء، والنوبة الدوام الساعة 7، يعني المفروض هو 5:30 أو 6 هو طالع. طيب كل هذه يعني مو تشوفها صعبة على الموظف أستاذ حيدر بصراحة؟ يعني هذا إجراء أنا ذكرت، هذا إجراء هو واحد من الإجراءات المساعدة، أيضا من الإجراءات الداعمة إلى عمل وزارة الكهرباء بالتأكيد. أرجع وأكرر للمرة الثالثة، المؤسسات تستهلك طاقة كهربائية، والثلاث ساعات هذه راح توفر وتساعد المنظومة الكهربائية على يعني استعادة العمل وزيادة ساعات التزويد إلى المواطنين.